والقوة يسعد صباحكم أعزائنا متابعينا على صفحتنا نورسات جوردان. صباحكم نور مني ومن أبونا جورج شرايحة. منصبح عليكم بهذا النهار المبارك. صباحك نور أبونا. صباحك نور دكتورة. صباحكم نور أعزائنا المتابعين. تأخرنا على متابعينا هيك شيء 5 دقائق أقل شوي عجقت سير على الصبح ألحق عليكي حعطليان منصبح عليكم في هذا اليوم المبارك. طبعا نحن كمان من عايدكم بعيد. في أعياد كثيرة على فكرة بهذا الشهر. عيد كان مبارح انتقال سيدتنا والدة الإله في النفس والجسد. عيد الانتقال على الطقس اللاتيني 15 كان شهر. وبدء الصوم العذراء عند الطقس الأرثوذكسي. نعم صحيح عند الكنيسة الأرثوذكسية. فمنقول لكم كل عام وانتم بخير لعيد سيدتنا والدة الإله مريم العذراء. فنتمنى لكم صوما مباركا وأعياد سيدية مباركة. وأيضا كمان لطلبتنا التوجيهي بنقولهم ألف ألف مبروك. مبارح كانت حلقتنا تغريدات عائلية بتتحدث كمان عن طلاب التوجيهي وباركنا لهم في حلقتنا. وتحدثنا أيضا كيف عائلاتنا تستقبل أخبار ونجاحات طلابها وطالباتها أبنائنا اللي نجحوا في الامتحانات وجابوا النتائج المعدلات الباهرة. وأيضا اللي ما جابوا معدلاتهم كيف الأهل بتجاوبوا وكيف بيستقبلوا وكيف بتعاملوا مع أبنائهم في استقبال النتائج. طبعا متحمس رأسا ريمون بيحط لنا أغنية النجاح. فألف ألف مبروك مني ومن أبونا جورج شرايحة. نعم يعني اللي جابوا 100 خصوصا هدول 72 73 بعرفش قديش الرقم. نعم تقريبا هيك هدول كلهم بيكونوا دكاترة. فكان في هيك نهفي حاطين على الواتساب بقول لك كل اللي بدهم يتجوزوا بعد فترة كل العرسان رح يكونوا من الدكاترة طبعا من لا وبعدين مواليد 2005 و2000 بيكون وبعدين بيقدم توجيه يعني اللي معه توجيه من أيام يقول أنا توجيهي تاعي من أيام الذنبات. أيوة يعني إشي فخم مش أي كلام. فهي كورونا عاملة عمايل كاين السنة مع طلاب التوجيه. شفتي مع القعدة يعني هاي إيجابيات كورونا. ففي إيجابيات وسلبيات لكورونا زي كمان هاي حلقتنا اليوم ده تنحكى فيها عن الشخصيات الكتابية وأنماطها. فنحكي عن إيجابيات وسلبيات الشخصيات وأنواعها كمان. ففي أخبار تانية كمان اليوم نحكيها قبل ما نبلش بموضوعنا. احنا بصراحة كمان حطينا على صفحتنا للي بتسأل انه فتحنا باب التبرع لنورسات. انتوا عارفين في نتيجة الانفجارات اللي صارت في لبنان الله يعينهم ويعين اللبنانية وأهلنا في لبنان وإخوتنا منصلي لهم قلوبنا معهم أنهم يطلعوا من هاي الأزمة زي اللبنانية طول عمرهم. يعني أكم ضربة أكلوها خلال السنوات الماضية وطلعوا منها بإيمانهم وثباتهم وإصرارهم وإرادتهم القوية اللي دايما بيتحدوا كل الظروف الصعبة اللي بتمر عليهم خلال هاي السنين إنهم يطلعوا من هذه الأزمة وقادرين إنهم يطلعوا. إحنا واثقين إنهم رح يطلعوا. طبعا فتحوا باب التبرعات نورسات لأنهم تعرضت كمان استوديوهات نورسات في لبنان إلى طبعا للهدم والانفجارات. فنحن كمان في الأردن هون بنستقبل أي تبرع
لمساعدة نورسات في إنها تعيد بناء الاستوديوهات اللي تضررت نتيجة الانفجارات اللي حصلت قبل الأسبوع. فعلى استعداد لأيدي الخيرة إنها تمد يد المساعدة ولو بفلس الأرملة. فنحن واثقين بمحبتكم لنورسات، ولازم نورسات ضلها مستمرة لأنها صوت الضمير العربي المحب لوطنه لبلاده، المحب لرسالة السلام والمحبة والتلاقي. فاللي بيحب يتبرع، نحن مكاتبنا في الأردن مفتوحة، رقم الحساب موجود على صفحتنا، ولأي تبرع اللي بيحب يجي مباشرة عنا على المكتب أو من خلال الويب سايت نورسات بلبنان، في موجود على الكريدت كارد، بيقدر يتواصل عن طريق الدفع الإلكتروني، أيضا موجود العنوان بالكامل على صفحتنا أو على موقع الإلكتروني تبع لبنان. أهلا وسهلا بالجميع، هذا اللي حبينا نحكيه اليوم. وأيضا هناك أخبار أخرى، أنه الكنيسة الأرثوذكسية المطرانية عملت تلفزيون إلكتروني عم ببث مباشرة الصلوات والقدديس والمسبحة المريمية، اللي عندهم مسبحة هن مش لمريم، المسبحة ليسوع عم بيصلوها كل يوم، وهن موجودين كمان على صفحتنا مباشرة عم بيشيروا تلفزيونهم عن طريق اليوتيوب على صفحتنا. فاللي بيحب يتابع الصلوات الأرثوذكسية موجودين هن على موقعهم الإلكترونية من خلال مطرانية الروم الأرثوذكس. وأيضا هناك نشاطات كنسية أخرى للكنيسة الموجودة في الأردن، أخبارهم متواجدة على صفحتنا على نورسات جوردن اللي بحب يتابع. وإحنا على تواصل معكم من خلال الانبوكس لأي استفسار، لأي موضوع بتحب تناقشوه من خلال برامجنا الأسبوعية، تغريدات عائلية، صباحكم نور، في عين على المشرق أيضا، والحبل على الجرار زي ما بقولوا إن شاء الله. والآن أبونا نبلش برنامجنا في صلاة. نعم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الإله السرمدي الذي في السماوات وفي كل مكان، أيها الآب والابن والروح القدس، تعالى هلما إلى قلوبنا واسكن فيها، امنحنا مواهب روحك القدوس، وفض علينا كل حب. نحمدك يا الله في كل ما خلقت كلمتك في هذا الكون الواسع الفسيح، نمجدك كل أيام حياتنا من الآن وإلى الأبد، آمين. نعم، أبائنا القديسين بيحكوا أن العطاء أكثر غبطة من الأخذ. ما أجمل روح المشاركة اللي عاشتها الجماعة المسيحية الأولى في الحقيقة اللي بتعيشها نورسات منذ تأسيسها، هي هاي الغبطة، الفرح، السعادة اللي تنبع من الداخل في العطاء، في البذل. وكنا لما نلتقي مع حضرتك مع المسيو جاك كلاسي رئيس مجلس الإدارة، دائما كان يركز على هذه الروح، إنه نورسات مشاركة كل المحسنين كل العالم. وبعمان اختبرتيها دكتورة خلال السنوات الماضية، نورسات أثبتت موجوديتها بعمان خلال السنوات الماضية من خلال دعمها العالم، اللي اليوم بنصلي لأجلهم يتعافوا اقتصاديا، كل مؤسساتنا اللي عانت بها الجائحة إنها تستعيد شفائها عاجلا، خصوصا أغلب الشركات السنة ما راح توزع 2020 أرباح، فكلها بتحط برأس المال عشان تدعم مؤسساتها. ف الجميع يمر بضائقة، ولكن ربنا من القليل، يعني لو كل واحد حط فلس الأرملة
ما بتسكر مؤسساتنا ولا بنضطر نستغني عن موظفين ولا بي، فكل هذا بحاجة لصلاة بالعمق ربنا تستمر هالرسالة، ولأنها من الله هي مش من البشر. لو كانت رسالة نورسات من البشر كان زمان بصعوبات والمشاكل كان انكسرت ووقفت، لكن يد الله هي التي تعمل، ربنا موجود. أكيد أبونا، وهذه ثقتنا في ربنا إنه ربنا قادر إنه ينبت من الحجر نبتا صالحا. آمين. بصلوات أبانا القديسين أبونا وصلواتكم ودعمكم ومحبتكم، ونورسات مش لوحدة أبونا. نعم الحمد يعني لله. حتى لو ضاقت الدنيا في بعض البشر وفي بعض المؤسسات، لكن نورسات محبتها ومحبة البشر إلها موجودة، لكن إحنا مع بعض رح نتكاتف ونوقف مع بعض ونصلي مع بعض، وربنا بفرجع الجميع، نتجاوز هالأزمة باسم يسوع. أنماط الشخصيات الكتابية دكتورة، موضوعنا اليوم استوقفني إنه بالكتاب المقدس في كثير من الشخصيات اللي يعني بتشكل نموذج يعني بالقيادة وبالسيطرة وبالحزم خصوصا بالعهد القديم، بالمقابل في شخصيات المندفعة المحبة اللي بتصدق بسرعة. اللي معلش أبونا أقطعك معي بعد إذنك، يعني أنت اخترت، أنا عادة بتركك تختار المواضيع، رب ده المختار. أنت عادة اللي بتختار المواضيع اللي بنتحدث فيها، يعني شو اللي خلاك تختار هذا الموضوع في هذا الصباح؟ صدقي يعني أنا حكيت أنت حبيت أنك أنت عادة إحنا بنختار الموضوع وإله علاقة في الكتاب المقدس، وهذا هو لب برنامجنا، إنه علاقته في الحياة ونأخذه من الكتاب المقدس. لكن حبيت كتير الموضوع ليه؟ لأنه علاقة بحياتنا، إنه عادة نتعرض نحن يعني لشخصيات كتيرة في حياتنا، بس هذا جزء من، أنت حكيت لي اليوم الصبح بتقول لي هذا جزء موجود في الكتاب المقدس. نعم. موضوع الشخصيات. نعم. ونحكى فيه الكتاب المقدس. نعم. فشو اللي خلاك يعني إنه هيك حرك فيك إنك نحكي فيه؟ نعم. اليوم صدقي بالأمانة دكتورة، أنا بحاول قبل يعني اليوم اللي بنخلص فيه الحلقة، بس أوصل البيت بمسك الكتاب المقدس بصلي وبقول له اختار ربنا شو الموضوع اللي بدنا نحكي فيه. ففتحت كان بحكي عن قيادة داود وكيف اختاروا داود، يعني صفات معينة لشخصية قيادية بحاجة كانوا لملك، فشوف ربنا كيف المواصفات تبعته، هم بفكروا انه القائد تبعهم بدهم يكون واحد بادي بيلدينج ضخم حامل سيف وجميع الأسلحة اللي كانت بتلك الفترة. بيحكوا عن داود انه كان مش طويل كثير وأشقراني وناعم، ويعني ألز واحد بإخوانه، فربنا جاب لهم هذا طلعهم، وإحنا وبعدين بعز قمة الحرب اللي كانت فاصلة مع اليهود طلعوه هو، فطلع معه زي نقيفي زي مقلعة هاي، فقالوا شو طالع تقبض أنت على إيش، على كلب؟ ولا أنا قائد عظيم نازل لك بكل أسلحتي، فانتصر بمعاركه بقوة الرب مش بالأسلحة اللي عنده. بنشوف كيف بعدين شخصية التناقض والاختلاف بشخصية ابنه اللي استلم بعده سليمان، ونشوف كيف لما طلب من الله هاي الحكمة. فكل شخصية بالكتاب المقدس وخصوصا بالعهد الجديد. نعم. لما أنا بدرس بالتربية المسيحية بمدارسنا بنحكي للأولاد ما يميز شخصية كل قديس من التلاميذ 12، بعطيهم على مدى فصل كامل مواد، دائما بنحكي عن بطرس انه مندفع متحمس شجاع، يعني شوف انت المعلم، لما يسوع بيمشي على الماء نط وهجم من فوق ونسي حاله اصلا انه ما كانش لابس اللباس اللي يليق باستقبال المعلم. بنشوف كيف الاندفاع والحماسة، وهي بالمقابل بنشوف القديس بولس كيف كل شيء مسجل كل شيء منظم عنده، كان معلم كتاتيب إذا جاز التعبير، يعني كان يدرس وهيك، وكان معلما بارزا في مجتمع اليهودي، من المعلمين كان لهم مقامي وهيك. فبنشوف كثير من الشخصيات وهيك، فحبينا نحكي مع متخصصين بعلم النفس زي الدكتور عامر المصري والدكتور حنان هلسة والدكتور سمير طواهر، يطلعونا على ما يميز الشخصيات، يعني عشان في كثير مرات لا سمح الله بفكر انه هذا الشخص بتنمر علي، انه انا هذا مديري مزعج، ما يعني التعامل معه كثير صعب، ما في هاي العلاقه المنيحه، فبدي يفهم الواحد شخصيه الشخص اللي قدامه، وعلى ضوءه
بده يتصرف ويتعامل. فمن هنا بتصير لما تكون المحبة موجودة والصفات الحميدة موجودة بالأساس، ولكن بالتعامل مشان تمشي المؤسسة لابد أنه يكون فيها هذه الشخصيات اللي مرات بنحسها إحنا مختلفة مع بعض البعض. اليوم نشوف هالإطلالة شو مميزها وبصير نعرف أكثر كيف نتعامل معهم. طبعا علماء النفس أبونا يعني لما كانوا يدرسوا على أنماط الشخصيات البشرية، لربنا لما بيخلق الإنسان بيخلق الإنسان بشخصية واحدة، طبعا بتدخل هو الجينات وعامل الوراثة فيها، لكن طبعا البيئة وعامل المجتمع بيأثر فيها بشكلها. لكن الشخصية هي كمثل بصمة، كمان البصمة كل إنسان مختلف. في له بصمة مختلفة عن الآخر بالشخصية. فحلو إنه معنا أشخاص يعطونا من علمهم ويحكوا لنا عن الشخصيات بشكل علمي. نعم. ويخبرونا عن الشخصيات كيف أنواعها وكيف التعامل معها، كمان كل شخصية بشخصيتها. فعنا الشخصية العصبية، في عنا الشخصية النرجسية، في عنا الشخصية المترددة، في عنا الشخصية المنطوية. عشان نوضح أكثر دكتور، اليوم رح نحكي إحنا، يعني قبل قليل كنت بتحدث مع الدكتور عامر قبل الهوى، بقول لي زي ما تفضلت حضرتك، بقول لي أبونا حسب المدارس، في المدارس الأمريكية بتقسمهم لسبع ثمان شخصيات. نعم. عن إيش نحكي؟ قلت للدكتور إحنا بنحكي عن الشخصية السوية. نعم. الشخصية السوية، ما بنحكي عن الشخصية اللي عندها مشاكل مرضية. مشاكل. نعم. يعني فمشان نكون واضحين. نعم. إحنا بنحكي عن الشخصيات السوية. معنا الدكتور عامر. صباحك نور دكتور. الله يسعد صباحك يا ربي وصباح كل اللي بيستمعوا لنا في هذا الصباح السعيد إن شاء الله يا رب. صباح الخير دكتور عامر. أهلا دكتورتنا. أهلا يا غالي، كيف حالك؟ الله يخليك يا ربي. شكرا لإلك وتواجدك معنا في هذا الصباح الباكر. أنا بتعرفي أنا مقصر دائما معك وحقك علي دكتورة. الله يسعدك. لا بالعكس، إحنا يعني شاكرين إلك وعارفين كيف المشاكل والانشغالات. لا والله هو كان بالنسبة إلي، أنا بالنسبة إلي كان سوء فهم وسوء تنظيم بصراحة، لأنه أنا كان عندي اجتماع وأنا يعني بحكي وأنا سايق، فأخذت اليمين وصفيت. اوكي بعدي بحكي للناس دكتوره، اهم شيء السلامه دكتوره على الطريق. بعدي بحكي للناس الساعه 11 الموعد، بعدي انا مصمم على انه لقانا الساعه 11. انا اقول فربطه من الله يا ابونا، انا قلت سوء فاهم مني انا. لا صدق مني انا، ما بس ليش بحكي 11 ما بعرف، وانا مسجل 9. انت اللي كمان حكيت، لانه افضل انه صباح بكير، قلنا لك يا ابونا صباحكم نور نعمله بكير على الساعه 7 على الساعه 9 بلا 7 بدك نطلق حشونا من البيت. هلا دكتور عامر الله يسعدك. الله يسعدك دكتورة باسمة. دكتور عامر، احنا هلا بالنسبة لنا أنماط الشخصية، ومثل ما خبرك الأبونا احنا مش رح نحكي على أنواع الشخصية لأنه هذا حديث مطول، لكن نحن نصادف في حياتنا شخصيات على اختلاف أنواعها. بس كشخصية لما بتقابل أي نوع من الشخصية أنت كإنسان بغض النظر الشخصية يعني شو نوعها، في مواجهة الإنسان أي شخصية، شخصية سوية اعتبرها أنت ما بدك تقعد تفصل فيها، أنت كشخصية أو كشخص تقابل أي إنسان كيف تقدر أنك أنت تعامل إنسان بحياد؟ تمام دكتورة باسمة والمستمعين يسعدكم ويعطيكم ألف عافية. أنا بس بحب أوضح أنه يعني موضوع الشخصية موضوع ليس جديد، صح؟ نعم. إحنا بنعرف أنه هو من قديم الزمان والعلوم كلها حددت بهذا الشكل، وحاولت أنها حتى في بعض العلماء بيرفضوا مثل هذا العلم وبقول لك أنه يعني الشخصية الإنسانية بتميل للثبات لكنها ليست ثابتة. فهذا شيء أنا بس بحب أوضحه للمستمعين، أنه يعني نحن ما عم نحكي عن قانون فيزياء، نحن بنحكي بشكل عام. نعم. كيفية التعامل مع أنماط الشخصيات، واللي زي ما وضحت لأبونا وقلت له أنه يعني بدنا نبعد عن القهرية والانطوائية والسيكوباثية، مع أنه لازم نعرف أنه كل شخص فينا في عنده نمط، لكن في عنده نمط غالب. يعني لما باخذ أنا الشخص الحنون مثلا، هل هذا الشخص الحنون هو دائما بميل لأنه يضل على نفس النمط؟ بدي أعرف أنه يعني هذا الأشياء بتتغير،
ممكن يكون هذا سلبي عدواني في بعض الأحيان. بس أنا بتحدث عن النمط الغالب. يعني لنفرض أنه إحنا وزعناهم، أبونا قال ثلاثة، أنا يعني بميل لأنه أربعة: الشخص المتوسط، الشخص المتحفظ، الشخص الأناني، والشخص اللي بنسميه أحيانا الشخصية القدوة. نعم. دكتورة باسمة، سؤالك كان واضح أنه كيف بتعامل. نمط الشخصية بيعتمد على قضيتين أساسيات اللي هو بنسميه الانفعال، الفعالية والتحقق. نعم. الانفعال بنحكي عن مجموعة العواطف المجموعة عند الإنسان، قدي هذا الإنسان ميال لأنه يتحكم فيها بغض النظر عن نمط شخصيته. والفعالية بنحكي عن قدي هذا الإنسان قادر على أنه يعمل تحت الضغط، قديش فعاليته. نعم. في المواقف المختلفة. والتحقق بنحكي عن نمط التفكير السائد عند هذا الشخص، وهو هذا اللي بيهمني. بدي أوضح بس نقطة صغيرة جدا، إنه نمط الشخصية بيتحدد دائما في المواقف التي تهدد الشخص. نعم. يعني الشخص لما بيكون آمن، بعيد عن الخوف، بعيد عن التهديد، بميل لأنه نمط شخصيته يكون متشابه عند الجميع. لما بيبدأ يشعر بالخوف، نعم، بيظهر عندي أكثر من نمط من الشخصية عند هذا الإنسان، وبناء عليه أنا بتصرف. فإذا كنت أنا بحكي عن الشخص اللي هو بنسميه المتوسط، اللي هو الهادئ المرح، اللي هو طيب القلب، هذا الشخص بميل بالغالب لأنه ياخذ تعليقات إيجابية، يعني بيبحث عن التعليقات الإيجابية من الآخرين. نعم. في حال عدم وجود البيئة المناسبة، برجع بقول اللي هي التعليقات الإيجابية، تمام، بميل لهذا الشخص بأنه يتغير نمط شخصيته، حتى الهدوء والمرح بيبدأ يفقدهن، بخاف يتناقش بمواضيع العمل. يعني بدي أكون حذر في مناقشة مواضيع العمل معه. نعم. بينما الشخص القدوة هو الشخص اللي بيحب يناقش مواضيع العمل. يعني كل ما كنت أنت ذكي في معرفة الشخص اللي بيقابلك، نعم، كل ما أجدت التعامل معه وأخذت أفضل ما عنده، نعم، وكل ما للأسف نسميها كل ما أسأت التعامل مع نمط شخصيته، كل ما أخذت أسوأ ما عنده. بدي أعطي ملاحظة، يعني بالعادة بنسمعها إنه فلان في العمل الكل بيمدح فيه، الكل بحبه، بس في البيت يا أخي شخصيته بتختلف. نعم. قاسي. الآن هو بيعتمد قدي هذا الشخص أحسن التعامل معه عشان أشوف الجانب الإيجابي. نعم. ما بعرف إذا هاي الرسالة كانت واصلة أو لا. نعم. رح أحكي عن الشخص اللي هو بنسميه الشخص المتحفظ، اللي هو بالعادة بميل لأنه يكون متردد باتخاذ القرارات في الحياة اليومية، وهذا الشخص بحاجة لأول إشي بنسميه نظام معلومات بيساعده في اتخاذ القرار، بحاجة للتشجيع، وبحاجة لأعطائه الفرصة في اتخاذ قرارات في مواقف بسيطة، واللي بتعمل على تعزيز مهارة اتخاذ القرار عنده بالمستقبل وبتشعره بالأمان. الشخص الأناني اللي هو شخص عنيد بيرفض الحقائق، بميل لأنه في بعض الأحيان يكون ثرثار، وهذا الشخص بحاجة لأنك تقاطعه، لأنه إذا ما قطعته وأشعرته بأهمية الوقت وبأهمية الأعمال، ما بعرف إذا كنت أنا ثرثار في هذا الصباح، بس يعني ما رح يخلص. لا طبعا، لا، هي معلومات قيمة. الثرثار اللي بتكون ملهاش معنى. الله يخليك يا أبونا، تسلم. وأخيرا بحكي عن الشخص القدوة، وهو الشخص اللي هو بنسميه أميل للاتزان، عنده نظام حقائق وعقائد شبه ثابت، بميل لخدمة المجتمع، عنده مشكلة بسيطة إنه بيتناسى تقدير ذاته، وهذا الشخص الأكثر حاجة منا نحن إنه نعطيه تقدير الذات، لأنه هو بيبذل كثير من يعني الجهد في تحقيق سعادة الآخرين. نعم نعم. أديه دكتور مهم الإنسان لما بيتواصل مع الآخر، مهم كتير إنهم يعرف الآخر والشخصية الموجودة مقابله وهو بيتواصل معها.
مثلا نحن في مجتمعنا لما بتروح بتقابل كاهن، لما بتكون تتحدث مع كاهن بتسمع له من دون مقاطعته، لأنه هو بيتحدث في موضوع يفقه فيه أو بيعرف فيه أكثر منك أخبر منك، فأنت بتصير تسمع له ما بتقاطعه لأنه هو عم بيتحدث في موضوع بيعرف فيه أكثر منك، وأنت طبعا مقاطعتك لإله بتعد أنك أنت يعني عم بتقاطع في موضوع، أنت بتحط إضافة أنت مش بمكانها. كيف بالأحرى أنك لما بتقاطع دكتور عم يحكي مثلا في موضوع علم النفس وأنت بتقاطع في هذا الدكتور وبتحكي معاه وبتضيف على هاي المعلومات اللي عم بيضيفها وأنت مش دكتور علم نفس؟ فهدول الأشخاص اللي بتدخلوا في أمور مش بتخصصهم، كيف تقدر انت يعني كيف تقدر تتعامل معهم لما مثلا دكتور عم بيحكي بعلم الطاقة وانت مش بعلم الطاقة وصير تقعد تتدخل وصير تفتي يقول له غلط هيك وصح هيك، فكيف انت بدك تقدر تفهمه لهذا الشخص؟ يا اخي انت هذا مش تخصصك، بصير واحد يفتي بالطب، بصير واحد مثلا بكورونا بصيروا يفتوا العالم بالطب بانه الكورونا هيك والكورونا هيك، وصرنا شفناهم كتير مؤخرا اللي بيفتوا بإشياء مش بتخصصهم، اللي بيفتي بعلم الفيروسات، علم الفيروسات، اللي صاروا يحكوا بأمور مش بتخصصهم. هدول الأشخاص يعني العلم إيش فندهم؟ هدول إيش بنحكي عنهم؟ هدول من ضمن الناس اللي بنسميهم الفئة الثالثة اللي هم الأنانيين، اللي هو الشخص اللي هو زي ما يعني ذكرت، الشخص العنيد، الشخص اللي بيرفض الحقائق، الشخص اللي بيفكر بذاته، وطبعا هذا الشخص بيعتقد انه هو محور الكون. انا ليش دكتور ركزت على هدول الاشخاص؟ عشان انه هدول كتار موجودين حاليا، موجودين بحياتنا، كيف هدول بقدر اتعامل معهم؟ دكتورة باسم، هدول اللي ظاهرين على الشاشة حاليا. نعم يعني هدول اللي ظاهرين هلا على الشاشة خاصة، وبنشوفهم كتير خاصة بالتعامل معهم على السوشيال ميديا، على الواتساب، لأنه التطور التكنولوجي سمح بتواجدهم بحيث أنه يمكن رؤيتهم، يعني هم موجودين طول عمرهم بس ما كنا بنقدر نتعامل معهم بسبب عدم وجود التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي سمح لهم بالظهور للشاشة. نعم. ويعني ما بدي أنا أكون يعني ظالم لإلهم، بس هم يعني فئة من الأشخاص اللي بمجتمعاتهم تم تجاهلهم، يعني بيكونوا neglect child، يعني أطفال ما أعطيوا الفرصة المناسبة للتعبير عن أنفسهم، فبيشعروا بنقص بالداخل. يعني هذول الناس إذا بتعامل مع شخص مريض للأسف. نعم. الشخص المريض اللي هو فاقد لقدرته الذاتية على الوعي بما يمتلكه من قدرات وما لا يمتلكه من خصائص أو سمات. نعم. فبيميل للشعور بالأهمية من خلال مشاركته. نعم. بمختلف المعلومات التي أبدا لا يفقه فيها شيئا وما نعم. عنده أي إلمام فيها، لكن للبحث عن الظهور، للبحث عن الأهمية. للأسف يعني أطفال من دون إنجاز، فهو بحاجة لشيء يثبت فيه أهميته. فإذا كان الموضوع عن الطب فهو يفقه في الطب وبدأ يتحدث عن الطب، وفي بعض الأحيان بيكون مثل هذا الشخص عنده معلومة خفيفة أو سامعها أو قارئها في مكان غلط. نعم. وبيعتقد أنه هي المعلومة الصحيحة. يعني الشخص اللي بيعتقد حاليا بأنه كورونا غير موجود. نعم. وبناقشك يعني بطريقة وكأنه كل الدول وكل العالم ما عندها أي معلومات، وهو الشخص الوحيد اللي عنده نعم. معلومات. نعم. يعني أنا قلت لأبونا أنا رح أبعد عن الشخصيات الهستيرية، رح أبعد عن الشخصيات النرجسية، بس للأسف يعني أحيانا الحديث بيدخلك فيها غصب. نعم. أنا حكي معلش دخلتك في هذا الموضوع، بس هي هاي الشخصية لأنه عم نتصادفها وعم نتعامل معها ومنصادفها يوميا في حياتنا، وأوقات منقف عاجزين ومنضطر أحيانا أنه نتعامل معها ونستمع إلها ومش قادرين كيف نسكتها،
بس مضطرين لأنها تفرض نفسها على السوشيال ميديا وعلى الجروبات بشكل يعني يعني ما بنقدر نسكتها يعني. مظبوط. بس يا دكتورة باسمة بس بدي أنوه لشغلي. نعم. إنه طول ما نحن نعطيهم الحجم، نعم، وطول ما نحن بنعطيهم الأهمية للأسف بيتزايدوا. نعم صحيح مظبوط. جميل الشخص لأنه يكتشف إنه هذا الجانب يمكن حقق فيه إنجاز، فيعني من المستحيل إنك تبعديه عنه. نعم. لأنه مثل هذا يعني يا دكتورة باسمة، هلا علمك، أسرتك، إنجازاتك، يعني كثير من القضايا اللي بتشعر بالأهمية والمسؤولية تجاهها، الإنجاز هو شيء بيخلي الإنسان خايف على إنجازه بالحياة. صح. بس لما ما بيكون عنده شيء بيكون لا أبالي، عنيد، أناني، صعب التعامل معه. فإذا احنا أعطيناه بعض التعزيز رح يصير هذا الجانب هو جانب إنجاز بحياته، فكل يوم رح ينزل لنا تعليق، وكل يوم رح يبحث لنا عن معلومة في الفضاء، يعني ما رح نخلص منه. صح. رح نخلص هو مفارغة. نعم مزبوط. دكتور بدي أسأل حضرتك، احنا حكينا انه الشخصية تميل إلى الثبات، بس كلياتنا يعني أنا شخصيتي قبل ما أفوت الدير شكل، وبعد ما تخرجت شكل، وبس فتت بالإعلام شكل، فبحس إنه شخصيتي اختلفت. طب ما هي العوامل؟ ما هي العوامل؟ بس خليني أركز على شغلية. هلا الشخصية هي الجوهر الإنساني اللي ما بيتغير، فأبونا من الداخل الجوهر الإنساني تبعه ما بيتغير. الآن لما كنا بنحكي عن الإنجاز وقلت لي أبونا إنه أنت لما رحت على الدير ما تغيرت، بس لما صرت أب فرض عليك مجموعة من السلوكات وأصبح هناك إنجاز لحياتك. هذا الإنجاز بدأت تخاف من حكم الآخرين عليه أو خسرانه، تمام؟ فبدأت تغير من أنماطك السلوكية بما يتناسب مع الإنجاز اللي موجود بحياتك. عشان هيك أنا دائما بقولهم كل ما كان الإنسان أميل للنجاح والإنجاز، كل ما كان أميل للشخصية المثالية اللي بنسميها القدوة. قدوة. يعني فالعوامل اللي عم تسألني عنها أبونا هي عوامل بنسميها الإنجازات اللي بحياة الإنسان. بالضبط. العامل الأساسي بالشخصية بنسميه نمط التفكير، لأنه عمر الأحداث الخارجية ما حددت سلوك الإنسان، الطريقة اللي بيحلل فيها المعلومة الخارجية وبناء عليها بيتصرف هي نمط التفكير السائد عند هذا الشخص. كل ما تقدم الإنسان فكريا كل ما تقدم الإنسان من ناحية الإنجاز والنجاح تصبح الأفكار بالنسبة له أكثر تفاؤلية، أكثر إيجابية، فبيبدأ سلوكه يتواءم مع نمط التفكير السائد عنده. اللي وضحته للدكتورة باسمة، هذا الإنسان عديم الإنجاز لا يشعر بأهمية، يعتقد بأنه الآخرين ما بيشوفوه، بيحاول الظهور، هو نمط تفكير سائد عند هذا الإنسان. كل ما نحن زي ما تفضل بنعزز أنه لديك بعض الأهمية في هذا الجانب، أو حتى لما أنت بتقول له أنه هذا رأيك خاطئ، أنت هنا تشعر بالأهمية أنه هو أصلا صاحب رأي. فبيبدأ يتمادى بما يقوم فيه. صح مزبوط. وبتمنى اني اكون قدمت يعني. أكيد. شكرا كثير دكتور. يعني تسلم دكتور. انا يعني مقصر مع هاي القناه، يعني بصراحه لازم اتواجد اكثر، فانا بعتذر يعني عن ضيق الوقت، وبتمنى للجميع نهار سعيد، وبتمنى لهم النجاح في التعامل مع الشخصيات اللي بواجهوها بحياتهم اليوميه. نعم نعم وربنا يحفظ الجميع. شكراً لك دكتور، وشكراً ويعطيك العافية، ونهارك سعيد يا رب. شكراً لك وصباحك نور. أهلاً فيك، تسلم يا رب دكتور. شكراً. هلا تسلم. يعني المعلومات اللي أعطانا إياها الدكتور فعلاً دسمة، وأفادنا بكيف الواحد بيتعامل مع الشخصيات، خاصة اللي بنواجهها في حياتنا، ومؤخراً يعني عم نواجه شخصيات
اللي بتفرض حالها على التواصل الاجتماعي بكل أنانية. بكل أنانية وتدعي المعرفة في كل الأمور الحياتية اللي موجودة على الساحة، خاصة الموجودة المواضيع الحياتية اللي عم نتعرض لها يوميا يعني، وخاصة كمان المواضيع الجديدة اللي بتطرى يعني، هاي كورونا مثلا اللي اجت هلا جديد وهيك صاروا فهمانين فيها كأنه تنتقل يعني بالهواء تنتقل بالكواكب لازم تحطي مو بس كمامة، تحطي قناع فضائي تبع الغطس هذا يعني. وفي ناس من شخصيات بتعامل معهم مصمم انها هي بتنتقل بالهواء. طب يا جماعة ما حكينا هي بتنتقل بالغازات من يعني المتخصصين تعين الأوبئة بوزارة الصحة، بناخذ منهم تعليمات، مو أبونا شو بحكي ولا فلان شو بحكي. دائما بنحكي لهم بنقولهم تحققوا من المعلومة اللي عم تنشروها، ما ضلكم تعملوا كوبي بيست وضلكم فورورد المعلومة، دائما المعلومة اللي بتيجيكم تحققوا منها، اعملوا سيرش عليها، شوفوا من وين مصدرها، من وين انبعثت. أحيانا كتير لما منشير إشياء بتكون خطأ ومغلوطة، في كتير ناس يعني بتكون جاهلة على إنها تتأكد منها. لما أنا مثلا أبونا راح عمل لي أو أي حدا بوثق فيه عمل لي فورورد لموضوع ونقل لي معلومة، أنا بوثق بهذا الشخص إنه يعني إنسان معلوماته صحيحة، بعت لي معلومة وأنا استعملتها هاي المعلومة لأنه هذا معلوماته صحيحة، شخص ثقة، ولو طلعت إنه المعلومة غلط وبقولك أوف إجتني من فلان أنا بثق فيه إنه هو ببعت لي معلومة صحيحة، هو اللي بعت لي إياه. طيب يا جماعة الخير، صارت حتى لو من إنسان ثقة بدك تتأكد، بدك تتأكد منها حتى طبعا. لو إنسان ثقة يعني، حتى لو إنه عشان هيك إحنا حتى من نورسات لما إحنا بتجينا معلومة كنسية أو من خوري أو من حتى من خوري طبعا احنا بنتاكد طبعا انه كمان يا ابونا بقول لك انا اجتني هيك انه اجاني من موقع الفلاني انه هيك هيك هيك، احنا بنعمل سيرش، بنتصل مع الكنيسه، بنحكي مع كذا وهيك، الشغله مش سبق ولا هي سرعه انه بدي اسبق، خاصه في موعد في موضوع الوفيات، راهبة توفت، خبر وفاة حدا فنان مشهور فيروز ماتت، بتلاقي كل الفضائيات فيروز يا عمي هيها منيحه وبتصلي لكم للأسف الشديد. كمان معنا كان نكمل في موضوعنا والوقت ناخذ فاصل وبعدين الاتصال الثاني مع دكتور ضيفنا سمير ضواهر. سمير ضواهر، دكتور سمير ضواهر. فاصل ونواصل. حاضر يا ريمان. ضوءك يلوح في ظلامي دربي، فيك أستريح، يا سلام قلبي تعصف الرياح، نفسي لا تبالي، تثخن الجراح، فيك أنسى حالي، قربك تزاح، عتمة الليالي كالنعيم، ليتني أراك باطل عقيم، كل ما سواك رغبتي هواك. اوكي
صباحكم نور، عدنا لكم أعزائنا متابعينا على صفحة نورسات جوردان، ومعنا الضيف الثاني الدكتور سمير ضواهرة، وهو متخصص أيضا في علم النفس، وموضوعنا اليوم أنماط الشخصية. فدكتور سمير ضواهرة معنا. ألو ألو. أيوة أهلا دكتور، كيف حالك؟ الله يسلمك. هلا شكرا لك ولوقتك معنا في برنامجنا صباحكم نور لهذا الصباح، معك باسمة سمعان وأبونا جورج شرايحة. أنا شرفت يا ستي. الله يخليك دكتور، أنت أبينا ما شاء الله وباع طويل في هذا الموضوع، فحبينا نستفيد كونك أيضا يعني عندك روحانية كمان. الله يحييك أبونا المرحوم سامي ضواهر. الله يحييك. نعم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور دكتور فضل. سمير، نحن في موضوعنا نحن الشخصيات وأنماطها. نعم. وأيضا كمان عرجنا على الشخصيات الكتابية في الكتاب المقدس، فنحن حبينا نربط كيف الشخصية وتطورها ومن وقت ما بيخلق الإنسان وتأثير المجتمع على تكوين الشخصية، وهي أيضا هلا كمان مع التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا كيف الإنسان هيك بتأثر في هذه التطورات، وكيف بنمي حياته، بتكبر طبعا شخصيته أو بتتطور شخصيته وبتتأثر. فهل أنت بتشوف إنه التكنولوجيا بشكل إيجابي أثرت على الشخصية ونوعها، أم إنه عملت تراجع في نمط الشخصية وتطورها؟ نعم ستي، أول شيء يعني لو جينا يعني بشكل بسيط نعرف الشخصية. نعم. الشخصية هي مجموعة من السلوكيات والإدراك والأنماط العاطفية. نعم. اللي تتكون منها العوامل البيولوجية والعوامل البيئية. نعم. يعني environmental يعني factor والعوامل الهيريديتي أيضا الجينية تتأثر بالشخصية. نعم. بشكل عام يعني تعتبر هي الشخصية مجموعة من الصفات التي يمكن من خلالها التنبؤ في سلوك الفرد. نعم. ماذا سيعمل لاحقا. نعم. حيث أن الأساليب السلوكية هي التي تحدد الشخصية ونمط الشخصية. نعم. للفرد نفسه. نعم. ويتم ذلك من خلال التعلم والعادات يعني العادات اللي بيكتسبها أيضا من المجتمع. التعلم زي ما تفضلتي، وسائل التكنولوجيا الآن تختلف عما كانت عليه في السابق. بالضبط. هلأ وسائل التكنولوجيا تطور وسائل الاتصال يعني ساهم في تطور نماء الشخصية أكثر مما كان عليه بالسابق في ما قبل. فللأسف يعني كان في منه تطور إيجابي وكان منه في تطور سلبي. نعم. أختي بالنسبة للشخصية يعني إذا ما في يعني إذا عندكم مانع يعني نتحدث شوي عن أنماط الشخصية. نعم تفضل. أنماط الشخصية يعني مجموعة من العلماء والدراسات والأبحاث الحديثة والقديمة وخاصة الحديثة أثبتت أنه في يعني تقريبا 6-7 أنماط رئيسية في الشخصية. نعم. إحنا ما يهمنا من دراسة أنماط الشخصية. نعم. نحن لا يهم يعني المهم مو ليس فقط أن نحدد أنماط الشخصية، المهم أن نحدد أنماط الشخصية أولا، وثانيا كيفية التعامل مع هذه الأنماط. نعم. وكيف ممكن تفيدنا في التعامل مع الآخرين. نعم. مثلا نأخذ من أنماط الشخصية النمط الأول، الشخصية المنفتحة. نعم. الشخصية المنفتحة يمتاز صاحب هذه الشخصية بأنه يفضل أن يتحدث لأكثر من أن يستمع إلى حديث الآخرين، ويفكر بصوت مسموع، ولديه حب للظهور، ويحب أن يتفاعل مع الناس، ومن السهل تشتيت انتباهه بالمقابل. نعم. ومن الممكن أن يقوم بمقاطعة الآخرين ويتحدث بصوت مرتفع. هاي الشخصية المنفتحة. أنا ما أعرف هاي الشخصية، راح أتحدث بعد يعني كمان دقيقتين شو ممكن أتعامل مع هاي الشخصية. نعم. النمط الآخر ستي نمط الشخصية المتحفظ. نعم. يتميز صاحب هذه الشخصية بأنه هادئ جدا ويحب الاستماع للآخرين أكثر من أن يعني أنك الصدر الحديث أو يخليه بادر للحديث، يحب أن يستمع ولا يحب أن يتحدث. نعم. يفكر بالنتائج قبل أن يفكر بأي عمل. نعم. يعني يفكر عمل الذي سأقوم فيه ما هي نتيجته قبل ما أقوم فيه. نعم. ستي يعني بحب يقضي وقته صاحب هاي الشخصية أيضا
معظم وقته لوحده ويتمتع بقدرة كبيرة على التركيز. نعم. ويتحدث بصوت هادئ ويتحدث بعبارات قصيرة ولا يحب التكرار. لاحظ كيف هاي النمط يختلف عن النمط شخصية المنفتح. نعم. سبحيني في النمط الثالث ونمط الشخصية الحسي. نعم. بماذا يمتاز صاحب هذه الشخصية؟ يركز على الجانب العلمي أكثر عن حديثه من أي موضوع، ويبحث في الحقائق والتفاصيل الدقيقة للموضوع، يتحدث بشكل مباشر وواضح، ويمتاز بالواقعية. خلينا نأخذ نمط الشخصية الحدثي، ما بطول عليكم. نعم. يتميز صاحب هذه الشخصية تفكيره يعتمد على الإبداع والخيال الحدثي، زي عالم الفن، الفنون، الفنانين، الرسامين، ويفكر بطريقة كلية، بطريقة كامل جلوبال، وليس بطريقة محددة، ويركز على الأفكار أكثر، يضع احتمالات متعددة لفكرة أو موضوع، يعني يضع أكثر من احتمال للموضوع أو للفكرة. نعم. وأيضا يحاول أن يصل إلى الهدف أو النتيجة لأي عمل يقوم به. نعم. هذا بشكل مختصر. نأخذ شخصية التفكير أو نمط الشخصية المفكر، بماذا يمتاز؟ يمتاز بأنه جدي للغاية ومتحفظ في كلامه، ويفكر بطريقة عقلانية وفق منهج معين، يتحدث بصدق ووضوح، يعني شفاف في حديثه، صادق في كلامه، يعني ما عنده انه خلينا نلف وندور زي ما بيحكوا بالعامة، ويتميز بالتفكير الناقد، ولديه حماس ودافعية لتحقيق وإنجاز كل ما يريده. نعم. ويقدم أدلة بطريقة علمية ومنهجية على أسلوبه بالتفكير أو على أي حل لمشكلة ممكن يقوم فيها. نعم. عندك ستي نمط الشخصية الوجداني. إيش بتميز صاحب هذه النمط؟ نعم. بأنه عاطفي ودافئ المشاعر، حساس، يتأثر بسرعة كبيرة. نعم. يعني سهل استثارته، يمتاز بالدبلوماسية في التعامل مع الآخرين. نعم. يشعر مع الآخرين، يهتم بمشاعرهم، يميل نحو إرضاء كل ممن حوله، ويحب أن يمدح الآخرين ويثنوا عليه ويطروا على أي إجراء أو أي كلام أو أي حديث يصدر منه. نعم. وينسجم معهم بسهولة. نعم. النمط تقريبا السابع. اللي يلي نمط الشخصية الحاسم، الشخصية الحاسمة. نعم. من الاسم إيش يمتاز؟ بالجدية، يحب أن يكون مظهره دائما مرتب وأنيق مثل رجال الأعمال، يعني بحب يظهر دائما في مظهر دائما بهذا الشكل. نعم. يمتاز بالدقة من الناحية والوقت، يلتزم بوقته ويلتزم بالمواعيد ويحرص على إنجاز عمله، ولا يحب إعطاء التعليمات والإرشادات أو الشرح الطويل، لأنه هي شخصية حاسمة زي ما الوصف. نعم. ومن الممكن أن يتخذ قراراته بسرعة وبصورة مستعجلة أيضا، ويستمع. نعم. للآخرين زي ما تحدثنا بإصغاء. نمط الشخصية التلقائي، يمتاز صاحب هذه الشخصية بالعفوية، ويحب أن يتفاعل مع الآخرين، عفوي، يعني دائما نتحدث عن شخص أنه عفوي، مثلا ما موجود عنده بقلبه من جوا سهل أنه يظهره للآخرين، وقد يتأخر في مواعيده أو عمله لبعض الوقت، يحب أن يتخذ القرارات وفقا لما يراه هو، ومن الممكن أن يفكر كثيرا ويتأخر في اتخاذ القرار، يستمتع في عملية البحث في كثير من الأمور. نعم. هذا الشخص التلقائي. هذا ستة، يعني بشكل عام ست سبع أنماط. نعم. ست سبع أنماط للشخصية. بس لو سمحتي لي، أنا في رسالتي الماجستير مش الدكتوراه. نعم. كانت عن نمط الشخصية وعلاقتها بالبيئات المهنية للطالب في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الأساسية. جميل. يعني دائما العالم النفس هولاند ربط، حتى أكد على نمط الشخصية، ربط نمط شخصية الفرد أو الطالب بالبيئة العمل المناسبة لهذا النمط. حلو. ببيئة العمل المناسبة، يعني لكل نمط شخصية. حلو. لها سمات ولها صفات ولها متطلبات تناسب أعمال دون أخرى، تناسب طبعا. أعمال دون أخرى. هذا يعني بهذه الأنماط. نعم. جميل. بيقدر الشخص يجمع شخصيتين مع بعض، يعني ما يكون في شخصيتين، يعني عناصر شخصيتين، يعني أنت من خلال سردك لعناصر الشخصية اللي مثلا اللي سردتهم حسيت أنه ممكن شخص يجمع صفات شخصيتين مع بعض. نعم. بيقدر.
ممكن 60 ممكن يعني يجمع شخصيتين بس يكون قريبات بالسمات. نعم. هاي عليها برضو كمان مؤشرات بحثية، يعني مثلا الشخصية الواقعية. نعم. الشخصية الواقعية والشخصية التلقائية. نعم. يعني ممكن يكون في سمات مشتركة بين الشخصيات بجمعهم بس يميل أكثر لنمط الشخصية اللي هو فيها. نعم. هذا لا يعني يكون عفوا يعني جامد بنمط الشخصية، ممكن يجمع أكثر من نمط بس هو نعم. بميل أكثر في النهاية لنمط الشخصية، يعني الحاسم مثلا مع المفكر. نعم نعم يعني بالضبط، يعني يكون يعني في نعم, نعم. حلو كيف يعني حلو الواحد يعني لما بدك انت تتعامل مع شخص انك نعم. تعرف هو من اي نمط من الشخصيات علشان تعرف كيف تتعامل معه. بس اذا انت ما يعني ما بتعرف يعني هذا هو شو، لما بتتعرف على واحد بتعرفش انه شو هو نوع شخصيته اللي نعم. من اي نوع هو، فكيف نعم. بدك انت هلا بدك تتعامل معه بحياد يعني من دون ما تعرفه من اي نوع من الشخصية، كيف تقدر تتعامله لاول مرة؟ نعم ممتاز، سؤال ممتاز. بس قبل ما أجاوب عليه، دائما احنا بنحكي زي ما حكيت في البداية، احنا ليش بنسرد أنماط الشخصية او ليش بصير عليها يعني مؤشرات بحثية كثيرة؟ لانه بفيدني انا لما اعرف الشخص زي ما تفضلت الامامي، انا بعرف شو نقاط قوته، بعرف شو نقاط الضعف نعم. عنده، بعرف الامور اللي بتستثيره وبعرف الامور اللي ما بتستثيره، فلما احددها وانا احدد أنماط شخصيتي سهل جدا اتعامل معه. نعم سهل جدا اتعامل معه. هلا إذا بتلاحظ في الوقت الحاضر اللي احنا فيه زادت النزاعات، زاد السلوك العدواني، زادت العمليات مخالفة القوانين والتعليمات، حتى بالسرعة على الطرقات، حوادث السير إلى آخره. ليش؟ لأنه في أنماط شخصية الآن قاعدة بتصير متعارضة أو متناقضة، خلينا نقول نعم. أنا عندي نمط شخصي معين تعارض مع نمط الشخصي الأمامي، فسهل أنه يصير خلافات ونزاعات وسلوك عدواني وإلى آخره، ولا سمح الله لا قتل وغيره. هلا كيف انا ارجع لسؤالك انه نعم. كيف ممكن انه انا شخص امامي كيف بدي اتعامل معه؟ نعم. بدي اتعامل معه، بدي اتعامل بالطريقه اللي انا بشوفها ممكن تريحه. اذا هو بظهر سلوك معين او اداء معين او افكار معينه بشوفه برتاح لها، انا ما بعرف ولا مختص على سبيل المثال لا بعلم النفس ولا بالانماط الشخصيه. نعم. ممكن الشخص العادي اي شخص معين ان بدي اشوف شو الاشياء اللي بتريحه، انا بعزز هاي النقاط. الأشياء اللي ممكن تستثيره أنا بحاول قدر الإمكان أن أتغلب على هاي النقاط. هيك من السهل تفتحي الباب الحوار مع الشخص الآخر. أعطيتنا مفتاح ذهبي اليوم يا دكتور، والله هاي طريقة نعم. حلوة، بدنا نجربها. طبعا يعني أبونا في بهاي النقطة بالضبط، يعني بالتربية، لما كنت بوظيفتي بالتربية رئيس قسم الإرشاد، يعني كن يعني احكي لك كان يمر علينا مثلا اولياء امور للمديريه بطريقه يعني عصبيه كبيره جدا، وانا ما بلومه لا ما حسب يعني شخصياتهم، ابنه تعرض الى ظلم وتعرض الى اخره، فكان الهدف انه الله يعطيك العافيه ممكن تقدم له فنجان قهوه فنجان شاي طيب. الى اخره، السولف معه بموضوع معين محايد، في الاخير بقول اللي بدك اياه سوي بحكي لك. فتخيل كيف ممكن انك تمتص هاي المواقف السلبيه وتعظمها وصير إيجابية، تتعظم الإيجابية. لا لا بدنا تعملنا دورة لازم قريبا. الله يحييك أبونا، أنا جاهز. الله يسعدك حبيبي، تسلم. طبعا مثل ما تفضل الدكتور، برجع لثقافة الشخص لتربيته، وأيضا نحن في مراجعنا الدينية طبعا في كمان مراجع، إحنا بدناش نفصل نقول مسيحي مسلم، أكيد مراجع الدينية على كافة اختلاف أنواعها. المراجع الدينية موجود، لو الإنسان يرجع للمراجع الدينية أكيد نعم. موجود فيها كيف التعامل الضوابط والتعامل في السلوك مع الأشخاص الآخرين. نعم. أحبوا بعضكم بعضا، أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى المبغضين إليكم، مبغضيكم نعم. من ضربك على خدك الأيمن فدره الآخر، إذا نعم. أنت أخذ قميصك أعطي الرداء عم. كله إذا بده إياه نعم. إذا تنازعتم نعم. عليه إذا نعم. يعني عرفت كيف في أمثلة كتير في الكتاب المقدس نعم. على النزاعات نعم. يعني نعم. أو نعم. كيف أنك تتعامل إذا خالفك أخوك نعم. أخطأ فيك أخوك نعم. يعني احكي معاه، وإذا ما ردش نعم. عليك جيب له واحد تاني يساعد يعني نعم. يساعدك فيه، إذا ما ردش نعم. روحه على واحد نعم. ثالث صحيح. يعني في أنماط كثير بالإنجيل في الكتب المقدسة بتساعدك كيف تتعامل مع في مؤشرات من نعم. منكم بلا خطيئة فليرجمها،
نعم 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 صح نعم. مظبوط نعم. في أمثلة كثيرة كيف نعم. التعامل مع الأشخاص، فلو الإنسان بالضبط. بيرجع لدينه للكتب المقدسة كمان اللي عطتنا الإرشاد وكيف التعامل مع الآخرين كمان نستفيد نعم. بالإضافة لعلماء النفس مثل حضرتك دكتور اللي أفدتنا فيه بعلمك وثقافتك وخبرتك كمان، هذا أيضا نستفيد منه في التعامل مع الآخرين. فنحن شاكرين لإلك ولوقتك الثمين، وإن شاء الله نضلنا على تواصل معك أنا جاهز في المستقبل، فما تغيبش علينا وعلى نورسات ولا يهمك، والله يعطيك الصحة ويشد، وأنا بشد عيدكم وإن شاء الله نقدم شيء كمان مستند للأسس الدينية والدنيوية ولا النظريات العلمية إن شاء الله. الله يخليك يا دكتور، شكرا كثير، شكرا. العفو العفو، صباحك نور. شكرا شكرا شكرا. حلو ما تكلم يعني فيه الدكتور، حلول يعني عملية. نعم نعم، احنا كمان حبينا نصبح كمان على متابعينا اللي انضموا لنا لصفحتنا اليوم الصبح، فمنقول لأم فادي إيفون حتر صباحك نور أم فادي، كل الهلا يسعد صباحك، كل عام انتم بخير، وعطوا تعطوا والله يبارككم جميعا. مها إيبف بتصبح علينا، أستاذنا الصديق عوني سليمان، صوما مباركا للجميع، لكم جميعا يسعد صباحكم. الأخت الراهبة سيسي الحجازين بتصبح علينا كمان سيستر. والأخت يارا الملكاوي أمين يا رب صباحكم نور. إبراهيم أبو الليل صباح الورد يعطيكم العافية، أن الله يحب من يعطي متهللا. نعم سيستر سيسيل، أن الله يحب من يعطي متهللا. إنعامر الرواشدي يسعد صباحكم جميعا. سيام سويس نينو بتقولنا يسعد صباحكم، صباحكم نور وبركة. السيد علي العدار به أهلا وسهلا فيك، يسعد قلبك وروحكم وصباحكم دكتورة. فيروز الراشد صباحكم نور الخيرات والبركات ونور الرب عليكم جميعا من أهل الضفة، أهلا وسهلا فيكم وبكل أهلنا بفلسطين. جوني إكليموس صباح الخير وتحياتي للجميع. سحر سمردلي صباحكم وصومكم مبارك للجميع، يسعد صباحكم. فيروز الراشد بتقول برنامج رائع، كل الشكر شكر لكم وللدكتورة وللدكتور على المعلومات القيمة والواقعية الرائعة. سناء اللوح بتقول يسعد صباحكم، كلام صحيح ويا دكتورتنا في الكتاب المقدس سفر الأمثال بيقول إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم. ماري منصور أمين صباح الخير. وعصام نوفل نمط الشخصيات هو عامل مهم للتوظيف في أمريكا، نعم، ويتم تحديده من خلال امتحان لا يوجد صح أو خطأ فيه، ولكن يخبرنا من هذا الشخص المتقدم وهل هو مناسب مع ثقافة الشركة أو لا، أو مع الوظيفة التي تقدم لها. نعم نعم يا عصام، نعم كثير من الشركات اللي بتعرض وظائف أو في امتحان خصوصي لنمط الشخصية، لأنه كتير كتير مهم امتحان نمط الشخصية للوظيفة اللي بتقدم لها أو لا بتناسب شخصية هذا الفرد. نعم أكيد يعني للوظيفة المتقدم إلها، يعني واحد خجول إنه بده يطلع الإعلام ما بزبط، واحد بده يكون بقسم شؤون موظفين، بده يكون علاقة طيبة مع الناس، بده يكون حبوب يعني مع العالم، بزبطش يكون شخصيته مش اجتماعي وأنت مسؤول عن إشي اجتماعي. طبعا هلا كمان الدكتورة حنان هلسة كمان راح تزيدنا بهذه الموضوع. نعم الدكتورة حنان معنا على الهاتف بعد الفاصل ونواصل. طبعا بس يجيبوا لنا فنجان القهوة لأنه طالبين، وصلنا فترة من بداية البرنامج لحد هلا. بقول أنا ليش نعسان؟ أنا شو ناقص؟ شو نعسان مع البرنامج؟ إيش هذا؟ نحن نشاط من الصباح، وين القهوة؟ شربوا لنا الأبونا نعسان عن بول كل هالحكي ففاصل وفنجان القهوة. صباحكم. وصيف الخطر كبي على سفينتي فلن تلقى الضرر، يا أربع الرياح يا عواصف الخطر، كبي على سفينتي فلن تلقى الضرر. لي ملجأ حصين ومخبأ أمين، ففي صليب الجلجثة
لي ملجأ حصين ومخبأ أمين في صليب الجلجثة لي ملجأ حصين يا جند شر هاجم نفسي بلا كلل واجهنا إثم آخر تمنون بالفشل يا جند شر هاجم نفسي بلا كلل واجهت إثم آثر تمنون بالفشل لي ملجأ حصين ومخبأ أمين في صليب الجلجثة لي ملجأ حصين لي ملجأ حصين في صليب الجلجثة لا رؤساء الأرض لا موت ولا حياة ولا ذراع الأقوياء تسلبني رضا لا رؤساء الأرض لا موت ولا حياة ولا ذراع الأقوياء تسلبني رضا لمن جاء حصير ومخبأ أمين في صليب الجلجثة ملجأ حصين ومخبأ أمين في صليب الجلجثة لملجأ حصين يا مؤمنين التجئوا لصخرات الدهور وبدماه اغتسلوا فتغلبوا الشرور يا مؤمنين التجئوا لصخرات الدهور وبدماه اغتسلوا فتغلبوا الشرور لي ملجأ حصين ومخبأ أمين في صليب الجلجثة لي ملجأ حصين لي ملجأ حصين أمين في صليب الجلجثة لي ملجأ حصين لي ملجأ حصين عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردان للحديث عن أنماط الشخصيات الكتابية وحدثنا أنا والأبونا عن الشخصيات الكتابية في الكتاب المقدس والشخصيات اللي ذكرت في الإنجيل اللي أثرت في حياتنا واللي أثرت من خلال القصص اللي أريناها. كان أبونا أنا تأثرت بصراحة كان يحكوا عن شخصية يوحنا يوحنا الحبيب وده الحبيب لأنه عكس بعض شخصيات المعمدان الحبيب كانوا يقولوا عنه الشخصية الحالمة كان دائما انه سرحان ويحلم في السماوات دائما هادي بالجمال ومع انه دائما كان هو يرافق يسوع وين ما كان ودائما جنبه وهيك بس كان الشخصيه الهاديه والرائعه والوديع وهيك فبتلاحظ كل رسول او قديس من اللي رافقوا يسوع له شخصيه معينه تأثر حتى من خلال كتاباته من خلال اللي كتبه في الإنجيل حتى من خلال الكتاب بتحس إنه شخصيته أثرت على طبعا. الإنجيل اللي كتبه 100% هلا معنا نحن الدكتورة حنان هلسة من جامعة الإسراء للحديث عن أنماط الشخصية وتعرف لنا عن بعض الأنماط السائدة في مجتمعنا معنا الدكتورة حنان ألو ألو أهلا وسهلا دكتورة حنان يسعد صباحك صباحك نور الله يصبحك بخير أهلا فيك هلا أبونا شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا تسلم هذا واجب والله يخليك وقتك كمان اللي أعطيتينا إياه في هذا الصباح لا والله هذا واجب أهلا وسهلا فيك هلا كان معنا الدكتور عامر المصري والدكتور سمير ظواهر وانت معنا هلا في اتصال دكتورة حنان تحدثنا عن أنماط الشخصية وأيضا عرفوا لنا عن الشخصيات وبعض أنماطها وكان الحديث يعني ركزنا عن أنه كيف الشخصية الأيام هاي مع التطور التكنولوجي
أصبحت الشخصية تأثرت بهالتطور التكنولوجي والسوشيال ميديا، وصار في بعض الصعوبة بتواجه الإنسان إنه يتعرف على الشخصية من خلال التواصل، أدوات التواصل الاجتماعي، يعني من خلال الواتساب والفيسبوك وهيك. صعب إنك تتعرفي على الشخصية، لأنه أنت لما بتتواصلي على الواتساب وبتحكي مع الشخص ما بتشوفيه فيس تو فيس زي ما بقول وجها لوجه، تتعرفي إنه كيف حركاته، كيف انفعالاته، كيف عينيه، كيف انفعالات وجهه وهيك. فما بتقدري إنك اللي بسموه لغة الجسد، فما بتقدري إنك تعرفي كيف شخصيته أو تدرسيها، فبيكون صعب إنك تعرفي شو نوع شخصيته تقدري تتعاملي معها، فصار على الإنسان صعب. فكيف هلا هذه هاي كمان تحدي قدام علماء النفس إنهم يعرفوا عن بعد أنماط الشخصية، هذا تحدي لإلكم. هو فعلا بس أكيد في بعض الأشياء يعني هي بتميز أكيد. هلا هي فعلا تحدي، بس أنا لما بحكي إنه هاي يعني كيف شخصية الفرد، ما بنسى إنه التفكير ونمط الكتابة ونمط السلوك، يعني كل شخصية الإنسان هي ضمن الشخصية. نعم. هلا برافو، شفت نمط الكتابة صار بيحدد كمان. نعم مظبوط. هلا الشخصية هي العنصر البيولوجي اللي بنورثه، والنمط السلوكي اللي اللي من ضمنه نمط التفكير ونمط العقل. نعم. هلا هاي كلياتها أنا بكسبها. نعم. هلا في الميديا وغيرها. نعم. يعني كل أنواع الميديا. نعم. أنا لما الشخص بيكتب بتقدري تعرفي نمط الشخصية من خلال كتاباته وتفكيره ونمط كتابته. نعم. هلأ أنا كشخص عادي جدا باجي بقرأ لهذا الشخص، هلأ كيف بيكتب هو، كيف بيفكر، نعم، كيف بيكتب هو، شو متعلم وشو واصل لمرحلة من الكتابة. نعم. هلأ كيف بيكتب، ايش في عنده من امراض، شو في عنده بداخله. نعم. هذا كله ببين في الميديا. هلا الشخص لما بنقول هذا شخص مثلا واصل مرحله علميه عاليه، لما بيكتب بحلل. هذا الشخص بتطلع انا على كتاباته، يا شو زي كانه اينشتاين، بعرف انها مسروقه بالتالي، لانه طبعا في بعض الشغلات بياخذوها بحطوها بقولوا احنا كتبناها. صح. فبيجي لما بشوفها بعرف انها مسروقه، بعرف انه هذا الشخص عنده استعداد للاحتيال، عنده استعداد للغش، عنده استعداد للتظاهر. نعم. فكثير من الناس لما بيجي بيكتبوا على الميديا، حتى لما بيبعتوا رسائل للناس لبعض، لواحدة لكذا، نعم، بيجيبوا لها والله أنا مطلق، والله أنا تارك مرتي، بس يكتب هيك بتعرف إنه هو كذاب، لأنه بده يتظاهر بشخصية غير شخصيته. نعم. إذن هذا الشخص هو غير حقيقي. نعم. هو في ثغرة في داخل شخصيته. نعم. بده يعني يتظاهر. نعم. إحنا بنقدر نعرف الأشخاص هلأ لما بيكتب طريقة الكتابة. نعم. هل هي طريقة جيدة أو علمية، ولا هي طريقة عفكشية؟ نعم. عنده استعداد أنه يسب، عنده استعداد أنه يستخدم ألفاظ قذرة. نعم. أو شخص بيبحث في تاريخ بتحط، كل هاي بتظهر الشخص. نعم. وفي كتير أشخاص يعني بتلاقيهم على الميديا بس بيكون همهم التفكير الجنسي. نعم. أو التفكير اللامبالاة والأشياء اللي بس للدعابة للملع. نعم. يعني ما في محتوى عميق. بالضبط. يعني هذا الشخص بتقدر تعرفه من خلال شو هو بفكر، شو هو بكتب. نعم. في كتير يعني هلأ في أشخاص في الميديا عمالهم بيعملوا زي نوع من الفكاهة، بيبعتوا لك إياها، بتعرف إنه هذا الشخص عايش هيك بحب البحبحة والضحك والكذا، في فراغ كمان يعني بعبيه يمكن.
آه يعني يعني أنت قادر تعرف الشخص من الميديا، من الصور اللي ببعتها. نعم. من أشياء كثيرة. نعم. يعني هلأ مثلا كيف قدروا يضحكوا أو يغشوا كتير من الصبايا والشباب حتى ياخدوهم مثلا. نعم. لداعش، تنظيمات إرهابية. نعم. للإرهاب وداعش. نعم. هلأ هاي من خلال المداعبة للحس الديني. نعم. صاروا يعني يلعبوا على قضية الدين. نعم. بعد شوي على القضية الاجتماعية اللي هي الزواج. نعم. أو العمل، وهيك كانوا يستقطبوهم. نعم. هلأ الشباب لو إنهم كانوا أكثر قوة وأكثر وعي رح يميزوا إنه اللي بيبعث لي أشياء دينية لداعب مشاعر الدينية، هذا شخص معناته بده يضحك علي ووشني، بده ياخذني لإشي أكبر. نعم. ففي سهولة، يعني ما عدناش، يعني ما عادت الميديا إشي مغلق، وما عادت إشي بخوف إنه خايفين على أولادنا. بطل يخافوا. لا. أو يعني حتى لو أحيانا بحط اسم مستعار، شب أو 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 فتاة، تقدر تميزه بالضبط، بس عشان إيش؟ يطلع الكبت الداخلي. نعم. أيوة. هلا هذا هول اللي بحطوا أسماء مستعارة ولا بحطوا صور غير صورهم. نعم. بسهولة بتميزه. يعني بتلاقي اللي حاطط لي عاشق الليل و... نعم. واللي حاطط لي محتار العينين. هدول كلهم. هدول كلهم يعني فيكي تعرفيهم. يعني مثلا اللي بحط لي مختار مش عارف شو، ولا انا قصف، ولا هذا بتحسي هذا شخص يبحث عن ابراز قوته، هذا بيكون شخص ضعيف، شخص يعني يا اما عنده اعاقه سهران الليل و... ايوه يعني هذا الشخص بتلاقيه عنده اعاقه. يا عنده إعاقة، يا شخص كتير بوضع اجتماعي سيء جدا جدا. نعم. دكتورة بدي أسأل حضرتك، أنا كيف بنمي شخصيتي نحو الشخصية الإيجابية الفاعلة، الشخصية اللي خلينا نقول بالمجتمع بدها تقدم؟ أنا شو المقياس؟ أنا هلا في ناس بحكي الشخصية هاي يعني كل واحد نسبية، يعني أنا بشوفها شخصية بتناسب مع الإمكانيات اللي عندي، فأنا بصاحبها بزاملها بحب أشتغل معها لأنها بتناسب الفروق الفردية وبتناسب المميزات. نعم. فأنا كيف بنمي شخصيتي مشان تكون إيجابية؟ يعني في أشخاص مثلا أبونا جورج خلينا نحكي عنه أنه شخص دائما سلبي، دائما تحت ضغوط الحياة، تعبان. سلامتك يا أبونا، الله يسعد قلبك. كيف بدي أنا أنمي هالشخصية نحو الإيجابية؟ يعني طيب هلأ الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية هي أيضا من أنماط الشخصية الأساسية اللي من الطفولة. نعم. هلا حتى اكون انا ايجابي او سلبي بدي يكون في بيئتي ومحيطي وفي تربيتي في الاصل اشياء ايجابيه او سلبيه. نعم. الايجابيه اللي هي العائله المستقره، الامور الجيده، المدرسه منيحه. السلبيه المشاكل والى اخره، بتعرضوا في سن المراهقه كمان لاشياء كثير سيئه مثل المخدرات والى اخره. نعم. هلا انا بوصل لعمر كبير، ماشي. نعم. كشخص بدي أفكر بتفكير إيجابي حتى أبعد عني التفكير السلبي. كيف؟ أنا بتطلع للأشياء اللي قدامي. مثلا أنا شايفة هذه الصورة، هلا الصورة هاي فيها أسود وأبيض وألوان، ماشي. هلا إذا أنا شخص سلبي بتطلع طوالي على اللون الأسود، إذا أنا إيجابي بتطلع على اللون الأبيض. هلا اذا انت هيك حاول دائما تبعد نظرك للابيض، يعني ركز على الابيض. هاي انا بقصد فيه اني بشوف حالي قدامي. نعم. واحد منفعل بسب علي. نعم. بدال ما انفعل واسب عليه بهدى، بعد العشرة وبسال ليش هذا الشخص عم بسب علي، معناته في ان وراء هذا الشخص. بس يهدى بسأله ليش سبيت، ممكن يكون في حدا دافعه لأنه يسب علي، ممكن يكون في حدا
انه يعني حاكي له اشياء سيئه، كل هاي بترد علي. فبالتالي انا لما بعد من 1 لـ10 وبفترض وبسال ليش او شو اللي صار، هاي بتكون جزء من التفكير الايجابي. يعني واحد ضرب سيارتي بدل ما اقوم واخبطه، طيب اسال ليش، طيب اوقف واطلع واشوف ليش ضربها، يعني تحليل. بالضبط. يعني انا بدي اوقف اعد للعشرة حتى يصير عندي الجانب الايجابي في نمط تفكيري، لانه النمط السلبي سهل وبسرعة. فبالتالي ضروري جدا انه اول اشي اعد، ثاني اشي احط افتراضات في داخلي ايجابية، يعني جيدة مش سيئة. يعني مثلا هذا الشخص مثلا ضربني، افترض انه دايخ او مريض او اشي او معه حدا بدي يوديه للمستشفى مستعجل. بالضبط. يعني هاي الافتراضات في داخلي انا بتخليني سعيدة. لما بفترض الاشياء المنيحة بتخلي داخلي فرح. وبتساعدني اني اكون ايجابي. طبعا هاي بتساعد انه لما بشوف الميديا، بشوف التلفزيون، بشوف الافلام، دائما بحاول اني اشوف الجانب، اقعد احلل الفيلم على الجانب الجيد. هيك بتكون افضل 100%. يعني حتى مثال بسيط، اذا الطفل بده واقف بشحد، بكل بساطة انا ما بعطيه، لاني انا بعزز الجانب السلبي اللي هو الشحدة. شحدة. ولا بسبه بهينه ولا شيء، بقول له يا ابني ليش بتشتغل هيك، او انه تعال اوديك على وزارة التنمية او احد الملاجئ اللي يخليها تصرف عليك. هلا انا لا بهينه ولا بعمل اشي، هيك بطريقة ايجابية. نعم. يعني لهالدرجة ممكن انه الانسان يغير نفسه شوي شوي. نعم. دكتورة، متى يعني متى بتتشكل تقريبا، بدي اقول لك، بديش اقول 100% لانه بدنا نترك عامل الاخير لتطور الانسان، متى بتتشكل 90% من شخصية الفرد، يعني على اي عمر؟ هلا بيحكوا لنا انه العمر 6 لـ10 سنين بتتشكل شخصية الفرد، هدول الاطفال. بعدين على عمر 14 سنة، بس متى بتتشكل شخصية الفرد 90% من شخصية الفرد، على اي عمر؟ هلا شوفي، هلا انا بعرف انه في عامل وراثي وفي عامل بيئي. اوكي، اكيد عارفة. هلا شوفي، في مراحل في حياة الفرد. نعم. المرحلة الاولى اللي هي المرحلة الطفولة لست سنوات، اللي بياخد فيها معظم القيم. نعم. او نمط التفكير العلمي او الغير علمي. نعم. هلا هاي جزء. نعم. الجزء الثاني، المرحلة الثانية في مرحلة المراهقة. نعم. هاي برضو بصير فيها يا اما بتعزز النمط الإيجابي في حياته او بصير سلبي. سلبي. بتم. نعم. حتى يتم يكتمل النضج الكامل. النضج الكامل ببلش من سن تقريبا 21 فما فوق. نعم. يعني وأنا ب21 بصير نمط تفكيري كشخص، يعني بدي أتزوج وبدي أشتغل. نعم. وكذا. نعم. وفي الثلاثينات بيكتمل أكثر النضج. نعم. بصير الواحد في شغله في عالمه بيتعلم. نعم. يعني ما بتقدر تقولي انه الشخص والله اكتمل وهاي الا بعد الـ50 تقريبا، لانه في هاي المرحلة بصير الواحد اكتفى من كل اشي. نعم. بصير عنده نوع من الحكمة وبتعلم من تجاربه. نعم. بعديها في المراحل العمرية الكبيرة تقريبا بنقول انه والله هذا اكتمل الشخص،
يعني بمعنى آخر طول ما أنا على قيد الحياة طول ما أنا بتعلم شخصيتي تتطور على أساس إنه يعرف الشخص متى يأخذ قرارات حاسمة في حياته. يعني لما المفروض قلت لنا إنه ب 21 21 سنة لما يكون الإنسان عمره 21 بيقدر يأخذ قرار حاسم مثل القرارات الزواج أو قرار الدراسة مثلا أو القرار الحاسم يجب أن يعلم للطفل من هو عمره 6 سنوات. يعني أنا لما بدي أعلم ابني لازم أعلمه وهو صغير القرار الحاسم. يعني بمعنى أني أنا بدي هيك لازم هيك وبعدين بتطور. نعم. مش بستنى ليصير عمره 18 سنة. نعم. ما بصير. هذا هاي القرارات الحاسمة ونمط التفكير العلمي من هو طفل من هو طفل من عمره 6 سنين علشان يتعلم القيم. يعني الكذب الصدق التعامل طبعا. الصريح الصراحة هاي كلها يعني كلها هاي القيم اللي حكى يعني اللي الوصايا العشر اللي أصر عليها الكتاب المقدس كمان هذه من عمر الولد لازم بالضبط 6 سنين هذه بدي أتعلمها وأنا طفل ويتطور معه يضلوا ثوابت بالضبط. بس كيف يعني مثلا وأنا صغيرة بتعلم بالوصايا العشرة أكرم أباك وأمك لا تسرق ماشي. هلأ أنا بفهمها وأنا صغيرة إني ما أخذ أغراض أخوي أو أغراض في المدرسة. نعم. لكن لما بكبر بمعنى لا تسرق. نعم. إني أنا مثلا ما أسرق الكهرباء والمية والدفتر. نعم. إيش أو ما أخذ يعني حتى المعلومات تتطور الفكرة. نعم. أيوة المفهوم بتطور بصير. صح. جزء من النمط الاجتماعي. نعم. بصير في نمو أخلاقي. صح. عالي عند الشخص. صح. مش بتم بس الأفكار البسيطة. مزبوط. يعني حتى فكرة الدين وفكرة الإله. نعم. وأنا صغيرة بصير أصور عفوا يعني لهالتشبيه إنه الله كبير رجال كبير بدي يعطيني إنه عيد الميلاد بحطوا لي الهدية تحت التخت إنه يعني سانتا كلوز. يعني كل هاي المفاهيم بتكون مادية يعني إشي ملموس. نعم. هيك بفكر فيه. لكن لما بكبر بعرف إنها أشياء إن نصه مش حقيقي. لا يا أبنى الله يرضى عليك إنها يعني أشياء رمزية. نعم. هيك بتصير. نعم. نعم. فهيك يعني فاتخاذ القرار لازم وأنا طفل صغير. صح. هاي أهم إشي. نعم دكتورة شكرا كثير على هالصباح وعلى وقتك الثمين. شكرا لك أبونا أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتورة للمعلومات القيمة اللي أنت عطيتينا إياها هذا الصباح. ونتشكرك ونضلنا إن شاء الله على تواصل معنا مع نور سات ومع برنامج صباحكم نور وصباحك نور مبارك. شكرا كثير. مناسبة عيد العضرة كمان بنقول لك كل عام وانتم بخير وصيام العضرة كمان كل عام وانتم بخير. تسلمي وانت بألف خير يا ربي. تسلمي. شكرا لكم. أهلا وسهلا. الله معك. صباحك نور. أهلا فيك وهلا. شكرا. حلو يعني القيم بياخذها الطفل وهو صغير من عمر 6 سنوات لكن تتطور طبعا مفهومها مع ما تقدمه في العمر. يعني موضوع مثلا الصدق السرقة الكذب الإكرام محبته للآخرين لازم من هو طفل ضل الواحد يعلمه. يعني أنا هلأ عم بشوف على إحنا عم نيجي كمان مع دكتورة ليندا أبو جابر ببرنامج تغريدات عائلية كيف الإنسان عم بتعامل مع أطفاله. إحنا في بداية الولد لما بيكبر لما بنشوفه كيف قاعد عم بيحكي. نعم. أول بتلاقي عائلات هيك بتعلم الابن هيك يبلش يحكي يغلط. نعم. وإيه إنه عم بيغلط ومنبسطين عليه كل ما بحكي كلمة غلط يعني أو خطأ أو بسب أو شغلة وهيك وها بنضحك. نعم. بعدين بصير نقول لا تحكيش هيك بصير عيب. طب بصير عاد الولد عنده ايش انه طب ما انا لما حكيتها لما حكيت صرتوا تضحكوا هلا صرتوا تقولوا لي ما تحكوها. طب ما انتوا هيك الولد حيرتوه. فيا من البدايه لازم تكونوا حاسمين في قراركم. هذه الكلمه ما بتنحكى ما بتنحكى ولما يحكيها في الخطا سمعها مثلا من حدا او شيء انه هذه غلط غلط ما بصير
يعني نعمل خطين، خط ناس يوافق وناس ما يوافق. وكتير كتير مهم إنه الأب والأم يكونوا موافقين على نمط التربية الواحد بالعيلة، يعني الأب والأم يكونوا موافقين على نمط التربية. للأسف إحنا قاعدين نتبع أسلوب مختلف عشان تنمية الشخصية، بصير الأب يشد الأم ترخي لهذه خطأ. هذا غلط كتير أبونا، لأنه الشخصية بتتشكل مثل ما حكت الدكتورة من عمر صغير، من الأطفال من عمر ست سنين عم تنمو الشخصية وبتتطور، بس هي من الأساس. هلأ كتير فين أمراض نفسية عند الكبار لما بروحوا جلسات للعلاج بيرجعوا في بالأشخاص لعمر صغير من عمر 6 سنين و7 سنين و8 سنين بيرجعوا للطفولة وبشوفوا الصدمات الطفولية اللي صارت منهن صغار، بيعالجوها وبعدين بصيروا يطلعوا شوي شوي ليكبروا عشان يقدروا يحلوا الأمراض النفسية. يعني مش دايماً بحلوا الأشخاص للأسف، بكتشفوا إنه العقدة منهن أطفال طبعاً كاينة طبعاً. فإن شاء الله ما يكونش عند العالم عقد ويكون كلنا سليمين آمين. والجميع يكونوا متمتعين بصحة وعافية ومن نطلع بترنيمة قبل ما إنه ننهي برنامجنا لهذا الصباح. معنا 5 دقائق أبونا قبل ما ننهي. نعم يا ريمون أعطينا ترنيمة هيك من الآخر تنعشنا. يا نايا ألحان السماء، إني بوجهك كل آن محدق، ينساب عطرك في حنايا أضلعي، وشذا حنانك في الخليقة يورق. حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق. يا قوتي وحديقتي وسعادتي، بابي على الإثم بفضلك مغلق. قبطاني أنت في الخضم الهائج، والنجمة والقبلة والزورق. إن أثخنت نفسي جراح الحيرات، يمناك تمسكني فلست أغرق. يا مريم يا نايا ألحان السماء، إني بوجهك كل آن محدق، ينساب عطرك في حنايا أضلعي، وشذا حنانك في الخليقة يورق. حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق. كنت وأنت دائما أنشودتي، ولغير لحنها لا يحن مسمعي. عدنا إليكم أعزائنا مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي صباحكم نور، لننهي هذه الحلقة عن أنماط الشخصيات. و أبونا في نحن كمان محضرين مفاجأة لمستمعينا، إحنا راح نضلنا متابعين ببرنامجنا صباحكم. راح نضلنا من التليفون. نعم حاضر، لأنه قطعت أنت النت عنا يا ريمون. الأسبوع الجاي إن شاء الله رح نتواصل مع بعض الفعالين على مواقع التواصل الاجتماعي عساس نتحدث إنه كيف أثر التفاعل أو النشيطين على المواقع التواصل الاجتماعي على شخصيتهم وتنميتها، مثل الفعالين هلأ إحنا حابين نتواصل معهم مثل
شخصيات معينة بديش نحكي بعض الأسماء ولا نتركها مفاجآت؟ لا مفاجأة أحسن. أحسن أوكي بنتركها مفاجآت. بس كمان نعم عفوا يعني هدول الشخصيات رح يكونوا معنا الأسبوع القادم إن شاء الله، يتحدثوا كيف الأدوات التواصل الاجتماعي قدرت إنها تغير من شخصيتهم تفاعلهم إيجابياً. نعم إيجابيا نعم. حتى لو إنه سلبيا يعني يحكوا إيجابيا وسلبيا, وسلبيا يعني بالزبط. لأنه إحنا اليوم حلقتنا كانت عن أنماط الشخصيات وتحدثنا مع دكاترة في علم النفس، هلأ نحن بنتحدث مع شباب وصبايا فعالين جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الإنستغرام والفيسبوك وإلهم كتير كتير فولوورز على متابعين وهن فعالين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بس هذه الأدوات اللي هن فعالين ومؤثرين عليها كيف قدرت إنها تشكل وتؤثر على شخصيتهم ونموها؟ نعم. فرح نكون نعم. على تواصل معهم. بحب أختم بطاقة إيجابية نعطيهم هيك، نذكر الناس إنه بكرة آخر يوم بالأسبوع، مع إنه بالعادي بيكون الخميس آخر يوم بالأسبوع. أنا الخميس أطلع عيد ويكند يعني رأس السنة الهجرية، فبكيف الناس أطلع. هيك نعم هسه هيك لما تحكي لهم إنه بكرة آخر يوم هيك نفسية الواحد بتنعنش بكرة شوي. الأربعة نعم على أساس الخميس أطلع يعني، فبكرة آخر يوم بس بدل ما أختم بالصلاة يعني أختم في طاقة إيجابية. بكرة آخر يوم بالأسبوع عند أبونا، إحنا مش معطلين، إحنا بكرة عنا نشرة الأخبار. ما هاي اسفين هاي يا أبونا عطلنا احنا مش معطلين. ابونا حكى على الهواء، معطلين ابونا المعطل. على كلين فالاسبوع القادم رح تكون حلقتنا مشوقه، فبنطلب متابعتكم اعزائنا ومتابعين على صفحه نورسات جوردان، فكونوا معنا. وابونا نختم في صلاه مصممه يعني. مصممه طبعا اكيد. بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. آمين يا رب. آمين. صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردان، برنامجنا الأسبوعي، نتمنى لكم نهار مبارك وإلى اللقاء. نستودعكم السلامة. آمين.